لدى تسلم سموه الدعوة لحضور الاحتفال بمناسبة اليوم الوطني السعودي، أشاد صاحب السمو الملكي الأمير خليفة بن سلمان آل خليفة رئيس الوزراء الموقر بالروح الوطنية العالية والمواقف المشرفة التي يظهرها الشعب السعودي في الالتفاف حول قيادة بلده والوقوف صفا واحدا معها في مجابهة المخاطر والتحديات، لافتا سموه إلى أن المملكة العربية السعودية الشقيقة لم تعادي أحدا قط على مر تاريخها وتعمل جاهدة على درء الشرور عنها وعن أشقائها وأصدقائها وفي مقدمة ذلك الإرهاب، منوها سموه بما تقوم به السعودية من دور كبير في مكافحة الإرهاب ودفع الخطر عن المنطقة، وهو دور يستحق إسنادا عربيا وعالميا لأنه يستهدف أمن واستقرار ومصلحة الجميع. وأشاد صاحب السمو الملكي رئيس الوزراء في هذا الصدد بمسيرة الازدهار والتنمية والرخاء التي يقودها خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز آل سعود عاهل المملكة العربية السعودية الشقيقة، وما تحظى به من دعم وإسناد من صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان آل سعود ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع، مثنيا سموه على مواقف القيادة السعودية تجاه مختلف القضايا العربية والإسلامية وبالدور الريادي الذي تقوم به المملكة الشقيقة في دعم كل جهد إنساني خير يستهدف استتباب الأمن والاستقرار في المنطقة والعالم. هذا وكان صاحب السمو الملكي رئيس الوزراء قد استقبل بقصر القضيبية سعادة الدكتور عبد الله بن عبد الملك آل شيخ سفير المملكة العربية السعودية الشقيقة لدى المملكة، الذي قدم لسموه بتوجيه من القيادة السعودية الدعوة لتشريف حفل الاستقبال الذي ستقيمه السفارة بمناسبة اليوم الوطني للمملكة العربية السعودية الشقيقة. وخلال اللقاء أكد صاحب السمو الملكي رئيس الوزراء بأن العلاقات التي تربط بين مملكة البحرين والمملكة العربية السعودية تحظى بكل الدعم والإسناد لما يجمع البلدين من روابط محبة وأواصر قربة ووحدة مصير مشترك بناها الآباء والأجداد، معربا سموه عن اعتزاز مملكة البحرين بالمسار المتطور للعلاقات البحرينية السعودية والمنح التصاعدي الذي يسير عليه التعاون الإيجابي بينهما والذي يتكئ على علاقات قوية تربط البلدين والشعبين الشقيقين وتفتح المجال نحو تعاون غير محدود الأفق.